اللي هيبقى فيها استاذ احمد هنا في الحج. هل دي فيها مخاوف تتعلق ما هو بيقول لك لو لقينا في مواقع فيها اي فيديوهات اي كلام يمكن ان هو يقود الى فكره اسقاط الدوله، اشعال الفتن، في حجب مواقع وفي حبس كمان وفي غرام، هل ده يمكن ان يهدد حريه التعبير؟ كل ما يحفظ لهذا الوطن امنه وللمواطنين في امانهم اعتقد انه لن يكون محل خلاف، لكن ايضا يجب ان يكون محل اتفاق انه القانون لا يحكم بذاته وانما نضعه في يد سلطه يمكن ان تستخدمه وتخرج منه افضل ما فيه وممكن العكس. لا اعتقد انه هناك منصف لا يرى انه في هجمه شديده الان على حرية الرأي والتعبير. احنا بنتكلم وعمليا دون تشريع هذا القانون في العشر شهور الأخيرة في 465 موقع تم حجبهم. أنا هنا ما بتكلمش عن المواقع اللي بترتكب جرائم، لدينا من القوانين ترسانة يعني هائلة تستطيع أن تعاقب بها هؤلاء ويعاقبون فعليا، وممكن كمان وإحنا بنعاقبهم بناخد في الرجلين ناس بتبقى جريمتها انها بتعبر عن رأيها بطريقة يعني فيها شوية صراحة اكتر واحيانا بعض التجاوز، زي قانون العقوبات وزي قانون مكافحة الارهاب، ودي قوانين موجودة وسارية ويعاقب يعني انت عايز تقول احنا مش محتاجين خلينا بقى نقول انه ال 465 موقع اللي تم حجبهم في اخر 10 شهور واللي بالمناسبة لغاية النهاردة ما يعرفوش مين اصدر قرار الحجب، ولما راحوا للقضاء الاداري كام 465 465 موقع القاسم المشترك بينهم وبدون قانون، ما هو القانون ما صدرش لا ما هو انا عايز اقول ايه طبعا بدون القانون الحالي، لكن عايز اقول انه بدون حتى ما تعرف الجهه التي اصدرت قرار الحج، وراحوا المحكمه بالمناسبه امام القضاء الاداري وما عرفوش، لان هم مش قادرين يعرفوا هل تم حجبهم مثلا استنادا الى فرض حاله الطوارئ التي تجيز لرئيس الجمهوريه اصدار قرار بحجب صحف او مواقع اخباريه، كانوا يقدروا حتى لو عرفوا القرار يقدروا يطعنوا عليه، طالما احنا بنتكلم عن قانون وعن يعني عن مبادئ يجب ان تحترم. مش جايز المواقع اللي تم حجبها ينطبق عليها اللي قاله اللواء احمد رفعت؟ خلينا بقى نقول انه لو النية دي صحيحة لو النية دي صحيحة فقرار الحجب اولا يجب ان يعرف مصدره، ثانيا يجب ان يكون مؤقتا، ثالثا يجب انه نعطي اصحابه الحق في الطعن عليه امام القضاء، كل ده ما تعرفش. فاللي عايز اقوله انه لا يجب ان نغفل المناخ العام اللي احنا بنتحرك فيه علشان ما يبقاش فيه شعارات جميله لا يختلف عليها، لكن ده ظاهرها باطنها فيها امور عديده، وانا اعتقد ان لا يمكن ان تنظر الى هذا بمعزل عن تصريح وزير الاتصالات من ساعات بشأن فيسبوك مصري، واعتقد انه مستهدف بشكل اساسي مساله بس الفضاء هو الالكتروني. بس فيسبوك مصر ده نكته نبقى لا مش نكته، لا هو جاد في هذا طبعا، مش نكته هو جاد في هذا، واعتقد انه يسعى لتقليد بدل ما في مجال الحريات العامه نسعى لتقليد دول لديها يعني قواعد في الممارسه الديمقراطيه، وبيبص للنموذج الصيني. طيب في هذا ده خلينا نناقشه بعد كده، بس خلينا في الجزء لو ده هقفل النقطه دي. طيب. لو هقفل النقطه دي انا اعتقد ان 465 موقع اللي بكلم حضرتك عنهم جزء منهم صحيح كان بيحرض على العنف ويبث من خارج مصر، لكن في بوابات الكترونيه لصحف ورقيه لا زالت تصدر بترخيص من المجلس الاعلى للصحافه فيها اليساري زي البديل، وفيها الإسلامي زي المصريون. القاسم المشترك ما بين هذه المواقع كان إنها مواقع معارضة، فأنا بقول إنه لو كانت النية صافية كنا في لجنة الاتصالات مع طبعا تقديري لكل الزملاء اللي فيها وسيادة النائب أحمد رفعت وجميع الزملاء، هل جرى مناقشة داخل لجنة الاتصالات الأسئلة دي، مين اللي أصدر قرار الحجب وليه وإزاي وأصحاب المواقع دي كيف يعترضوا عليها؟